فليسمع العالم ذلك، فليتعلم العالم هذا، فليتعلم المسلمون في البلاد الإسلامية، القيادات في البلاد الإسلامية يتعلموا ذلك. عندما هناك تقع مناوشات كلامية بين طائفتين، سواء من المسلمين أو من غير المسلمين، أو من المسلمين وغير المسلمين، كحروب رسول الله صلى الله عليه وآله الدفاعية مع المشركين، إذا يلتزم كل طرف بأن لا يبدأ القتال، كيف يقع القتال؟ كيف تقع الحرب؟ كيف تهدر الدماء؟ تهان الأعراض، تهدر الأموال، تهدم البيوت، تهدم المدن، تيتم الأطفال، ترمل النساء، أين لا يقع أي شيء واحد. ليتعلم البشر من علي بن أبي طالب بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك.